إن تلاوة القرآن الكريم هي التجارة الرابحة والغنيمة الباقية. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالمؤمن يكثر من قراءة كتاب ربه ويديم تلاوته بالليل والنهار لا يمل من ترداده، فبه تخشع جوارحه وبه تحسن أخلاقه وبه يلين قلبه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة من القرآن فيرتلها ترتيلا ويحبرها تحبيرا ليتمكن المستمع من تدبر آياتها والتفكر في معانيها، عملا بقول ربه عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولا يزال المؤمن عاكفا على تلاوة كتاب ربه وهو يعلم أن له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، حتى يكرمه الله عز وجل بتذوق حلاوته وحصول هدايته. فلا شيء أنفع للقلب من مداومة قراءة القرآن الكريم والوقوف عند عجائبه وتحريك القلوب به، فإنه كتاب عظيم جامع لكل أحوال العابدين ومقامات العارفين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ومن أعظم أسرار سعادة البيوت واستقرارها وحلول البركة فيها تلاوة القرآن بين أرجائها. فقد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في البيت: إذا تلي فيه كتاب الله اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين. والبيت إذا لم يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وحضرته الشياطين. وإذا كان يوم القيامة ودعا كل امرئ شفيعه، جاء أهل القرآن الكريم بشفيع عظيم عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يجيء هذا الكتاب العظيم فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه المولى سبحانه. فيقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فاللهم اجعلنا لكتابك تالين، ولآياته متدبرين، وبهديه عاملين، ووفقنا برحمتك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.